بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يجتمع عليها أهل الأسرة الواحدة أن يجتمعوا على القرآن وعلى ذكر ربنا الرحمن. ولهذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى شيئا من أوصاف بيوت النبوة، فذكر أن بيوت النبوة يذكر فيها الكتاب وتذكر فيها السنة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من أهل العلم أن الحكمة هي السنة، أن الحكمة هي السنة. فمن المهم أن يسمع أولادنا من آبائهم شيئا من القرآن وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا. هذه الأزمان نرى أمرا عجبا، بنجد أن الآباء مشغولين والأمهات مشغولات، ويريدون وقتا هادئا في البيوت، فيشغلون أولادهم في أي شيء، يشغلون أولادهم في أي شيء. فنجد الكرتون غير الهادف الذي فيه السحرة والذي فيه المتحولون والذي فيه الخرافات والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. تجد الطفل يقول للطفل الآخر: إذا لم تطعني سأحولك قردا. سبحان الله، كأن مسخ الإنسان قردا وخلق الإنسان خلقا آخر إنما هو للناس ليس لرب الناس. من أين أتى أطفال المسلمين بهذه المعلومات؟ إنها من الكرتون المدبلج عن الثقافة الأجنبية الفاسدة. هذا الغزو الذي نحن فيه الآن، الذي دخل بيوتنا وأثر في أبنائنا، أين الآباء والأمهات من هذا الغزو؟ يعني أمر عجيب لو قلنا بأن هناك ثعبانا يدخل بيتك، ثم تترك هذا الثعبان يدخل بيتك، أم ماذا تصنع؟ يعني لو أي إنسان أو أي أم علمت أن ثعبانا على الباب وهو في طريقه لدخول الشقة، يا ترى هل نترك الشقة ونترك الثعبان مع الأطفال ليؤذيهم ويفسدهم ويقتلهم، أم ماذا نصنع؟ سنجتهد في إبعاد الثعبان عن الأطفال. كذلك البرامج المدبلجة عن الثقافات الأجنبية هي أشد ضررا على أولاد المسلمين من الحياة والعقارب. ولكن لا نريد أن نتعب أنفسنا، الآباء مشغولين والأمات مشغولات، وإحنا عاوزين وقت هادي، وبالتالي العيال يتشغلوا في الأفلام والبنات يشتغلوا في الأفلام والكل يشتغل، وكل واحد ماسك جهاز ونايم على ظهره بيتفرج عليه، والأسرة كل واحد في حاله. نسأل الله تعالى العافية. لابد أن نعدل أوضاعنا، ولابد أن تجتمع الأسر على ما فيه الخير لها. إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: هذا أوان يقبض فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أيقبض العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه نساءنا وأبناءنا؟ إذا نسمع هذا الأمر، إذا الرجال يقرؤون القرآن والنساء والأولاد يسمعون القرآن، فكيف يقبض العلم والبيوت يدوى فيها القرآن كدوي النحل؟ أما الآن فإن البيوت كالمقابر، لا نكاد نسمع فيها ذكرا لله ولا قراءة للقرآن.
لابد لهذه الظاهرة السلبية الاستخفاف بتربية الأولاد وعدم الإحسان إليهم صغارا حتى نجدهم كبارا، لابد أن نعدل ثقافتنا في إهمال أبنائنا، وأن نركز على إبعاد الأذى عنهم، وأخطر هذا الأذى ما يكون غزوا لعقولهم وقلوبهم. أيها الأحباب الكرام، هناك بعض الأسئلة نريد أن نعرج عليها سريعا. هل يجوز لأحد الأقربين أن يصلي صلاة استخارة لي في أمر الزواج؟ الأصل أن الإنسان يستخير لنفسه، الأصل أن الإنسان يستخير لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم. ولم يرد في الخبر أن يصلي أحد لأخيه، أو أن تصلي المسلمة لأختها. هناك أثر وارد في ذلك ولكنه ضعيف. وهناك من بعض أهل العلم من أجاز ذلك الأمر ببعض العموميات، كقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولكن الاستخارة عبادة توقيفية، فالأصل أن يأتي النص بها توقيفا، فالأولى أن يصلي كل إنسان صلاة الاستخارة لنفسه. أفضل الأعمال للميت، هذه مسألة واسعة، لا أستطيع أن أقول أن العبادات المتعلقة بالبدن أفضل من العبادات المتعلقة بالنفقة. فمن استطاع أن ينفع الميت فليفعل بأي صورة كان، يمكن أن يحج عنه أو أن يعتمر، يمكن أن يتصدق عنه أو أن يطعم، هذه أبواب وغيرها كثير، كلها جائز إن شاء الله. رأيت إنسانا له علاقات نسائية كثيرة ولا يصلي، لكنه من أكثر من رأيتهم انشراحا للصدر، فكيف ذلك؟ يعني صدره منشرح ولا صدر السائل هو المنشرح؟ فلو كان صدره هو المنشرح، منشرح لماذا؟ للمعصية ولا للطاعة؟ إذا كان للمعصية فنسأل الله تعالى أن يهديه، وإذا كانت للطاعة فكيف نصنع بهذه العلاقات النسائية الكثيرة وعدم الصلاة؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. استماع القرآن من الهاتف وعدم القراءة يعتبر من الهجر للقرآن؟ لا بأس من استماع القرآن من الهاتف، ولكن لابد الإنسان أن يقرأ، لابد الإنسان أن يقرأ. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واستمع. أولادي لا يصلون، قلت: من أحسن إلى أولاده صغارا سعد بهم كبارا، إلا إذا أراد ربنا عز وجل له البلاء. لا نتكلم عن الحالات الاستثنائية، ولكن الأصل أن الأولاد كالزرع، إن استقاموا في صغارهم بطريقة صحيحة بإذن الله تعالى يوفقون إلى الاستقامة كبارا. ولو حدث لهم انحراف جزئي فإنهم سرعان ما يفيئون ويعيدون إلى الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فلابد أن نحسن إلى أولادنا وهم صغار، أن نعلمهم. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة. لماذا؟ لسبع. إذن لابد من تعليم الأولاد شرائع الإسلام وهم صغار، ليتعودوا على شرائع الإسلام. فإذا ما كبروا كان هذا الكبر على استقامة وعلى عود صحيح. أما إذا لم يتعود الأولاد الاستجابة للشرع وهم صغار، فإنهم يتمردون على الشرع وهم كبار. نسأل الله تعالى أن يهديهم. ولو حصل إن الآباء أهملوا الأولاد صغارا ثم فاءوا
أدركوا الخطر والأولاد كبار، يجب أن ننصح الكبار وألا نيأس من هدايتهم، وأن نأخذهم شيئا بعد شيء، وأن نكثر من الدعاء لهم لعل الله تعالى أن يهدينا وإياهم. قراءة القرآن من الهاتف هل يشترط الوضوء؟ الوضوء أفضل، لكن إذا لم يتوضأ فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ما شاء الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وجهه به نور، وضمني إلي وقال لا تخاف حتى ارتحت. ما شاء الله، رؤيا يعني جميلة وطيبة، وهنيئا لما رأى هذه الرؤيا. فنسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يريحه وأن يريح السامعين وجميع المسلمين من أكدار الدنيا ونصبها وهمها. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء يؤثر في القدر، الدعاء يؤثر في القدر، وهذا كله بقدر الله عز وجل وأمره، فإن الأقدار تتدافع، فالدعاء من جملة القدر، فالدعاء من جملة القدر. فكما أن البرد قدر يدفع بطلب الدفء، والدفء قدر، فيدفع هذا القدر بهذا القدر ليحصل ما أمر الله تعالى به. وكذلك المرض قدر فيدفع بالتداوي، فتداوي قدر، كما أن المرض قدر. فتدافع أو تدافع الأقدار هذه سنة أمضاها ربنا عز وجل ليحصل ما أمر الله تبارك وتعالى به وأراد، وهذا باب دقيق لو فهمه الناس. هل تستطيع المرأة رقية نفسها وأهلها وهي حائض؟ لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله عز وجل. هل الصراصير وما شابه ذلك تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء. هل تجوز الزكاة لشاب 30 سنة يريد الزواج ويجهز شقته؟ إذا كانت أمره ضيقة فلا بأس بمساعدة الشباب بأموال الزكاة كي يتزوجوا وكي تستقر أحوالهم، ولكن بالقدر المعقول من غير سرف ولا تبذير. متى يكون الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذه مسألة أصولية دقيقة. فالوجوب أولا ما تعريفه، وكذلك الاستحباب. الوجوب ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب، وهذا أولى من قولنا يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، أو ما كان أو ما يمدح فاعله ويذم تاركه، هذا كله من معاني الوجوب. والوجوب له صيغ كالأمر المجرد بإفعل واسم فعل الأمر، وكذلك ترتيب الثواب الكبير على الفعل أو ترتيب العقاب الشديد على ترك الفعل، إلى غير ذلك من الوجوه التي يعرفها الأصوليون. فإذا نزل الوجوب درجة سمي استحبابا، سمي استحبابا. فإذا أتت قرينة يعني دليل مع ذلك النص الذي يدل على الوجوب نزل من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. وقد تكون القرينة في النص أو أن تكون القرينة في خارج النص. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. إذا لولا المشقة لكان السواك واجبا، فلما صار السواك غير واجب كان السواك ماذا؟ سنة، أي كان مستحبا.
زوجها يشاهد الإباحيات. يعني أن أنصح الزوجات اللائي ابتلين بأزواج هذا حالهم، إن الزوج طالما إن الزوج بيستتر بهذا الفعل ويستخفي بهذا الفعل، إياها أن تصكه بمعرفتها له. طالما إن الراجل بيستخبى من مراته وبيداري وبتاعه ما إلى ذلك، خليه عايش في الخوف ده. لأن المرأة لو قالت لزوجها أنت بتتفرج على كذا وأنا شفتك ودخلت وراك وعرفت وسويت، بعد كده الراجل إيه اللي يحصل؟ خلاص الأمور هتبقى مكشوفة ويلا خلاص بقى. فلابد أن المرأة تكون ذكية، تترك الزوج في هذا الحال، ولكن تبدأ في دعوته ونصيحته. يعني تبدأ في دعوته ونصيحته، تقص عليه بعض القصص للرجال اللي هم بيتفرجوا على حاجات مش كويسة، وكيف انتهى أمرهم، وكيف عاقبهم ربنا عز وجل في أنفسهم وفي صحتهم وفي أموالهم وفي أولادهم، من غير ما تقول له لا انت شفت أو ما شفتش، كلام عام، لعل ذلك يكون أرجى. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين والمسلمات. قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة لختم القرآن في غير فريضة، في غير فريضة لا بأس في ذلك والله أعلم. هي عصبية جدا مع ابنها وعنده شهور بسبب بكائه أو تعلقه بها في المطبخ، ربنا يهديها يا رب. يعني هذا الولد طفل صغير عنده عدة أشهر، وربما يصرخ لأي سبب من الأسباب، وربما هو جائع، وربما يحتاج أن يعني تغير له والدته ملابسه، وربما يشتكي من وجع في بطنه أو ما إلى ذلك، فيعبر عن حاله بالبكاء. فلابد للمرأة إذا كانت ذكية وبكى طفلها أن تعرف لماذا يبكي، إما أن يكون جائعا أو به وجع في بطنه أو ألم، أو يريد أن يغير ملابسه. لكنها إذا تعصبت عليه، هذه العصبية لن تغير في الموضوع، سيستمر في البكاء، بل ربما يقابل هذه العصبية بمزيد من البكاء، لأن أمه لم تستجب له، وبالتالي هذه العصبية تؤدي إلى إفساد الولد وتعليم الولد أن يكون عصبيا أيضا منذ الصغر. ثم نقول بعد ذلك بأن الأولاد يحتاجون إلى أطباء نفسيين وعصبيين، لا، لابد أن نغير طريقتنا. نسأل الله تعالى أن يهدي هذه الزوجة وأن يعلمها حسن التعامل مع أولادها. هل يجوز تقديم الزكاة على موعدها؟ لا بأس، لا بأس من تقديم الزكاة على موعدها، بل لا بأس من تقسيم الزكاة على السنة قبل ميعادها، لا بأس، وهذا أمر حسن للتجار. لأن التاجر ممكن تكون مثلا زكاة ماله مثلا يعني 100,000 جنيه، فإذا حال الحول فإنه ربما لا يستطيع أن يدفع 100,000 جنيه، لكن لو كل شهر مثلا دفع 7,000 جنيه أو 8,000 جنيه، فإن الأمر بالنسبة له يكون أيسر، لا بأس في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. حكم ذهاب المرأة لسطر الألعاب الرياضية الخاصة بالنساء، هذه من إحدى المصائب اللائي أو التي ابتليت بها نساء هذا العصر. للممكن أن النساء يصوروا بعض في هذه الصالة، ممكن واحد يقول لا تابعي، يعني بيشترطوا مع عدم التصوير، ومن أدراك، هناك الآن ساعات في اليد، هذه الساعة يعني تستطيع أن هي تشتغل كاميرا وتشتغل على حسبة وتشتغل طبعة، ويبقى فيها كل الإمكانيات، وهي ساعة في ودي ساعة. فما الضير أن يكون المرأة مش معاها المحمول سلمته، ولكن في يدها ساعة، أو هناك زرار تستعمله لالتقاط الصور أو ما إلى ذلك.
فلا بد لنا أن ننتبه لهذه المسائل. لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها. لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها. ولا يجوز للمرأة أن تتخفف من ثيابها في غير بيتها. وهذه الصلاة يلبس النساء فيها الملابس الضيقة ويغيرون ملابسهم، وتحدث هناك بعض المصائب في هذه الأماكن. نسأل الله تعالى الهداية للمسلمين جميعا. لدي زكاة لم أسلمها لأهلها في وقتها، هل تحسب زكاة أم صدقة؟ صاحب المال الذي أخرج الزكاة وسلمها لك قد أخلى مسؤوليته أمام الله عز وجل، خلاص. يعني هو لما طلع زكاته وسلمها لك علشان توزعها، هو أدى زكاته وهي معك زكاة، سواء اديتها في الوقت أو بعد الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الصلاة في بنطلون للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي إلا في درع وخمار. الدرع هو الجلباب، والخمار هو الذي يغطي الرأس وفتحة الصدر وينزل على الصدر فيغطيه. إذن اللبس الصحيح للنساء عند الصلاة اللي هو الخمار الكبير والدرع اللي هو الجلباب. ويمكن أن يتسامح في هذا الأمر بالنسبة للأطفال الصغار عندما نعلمهم الصلاة، ولكن لابد أن تلتزم النساء البالغات هذا الزي في الصلاة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. تغطية الأرجل للنساء في الصلاة، المساجد فيها نزاع، هذه المسألة فيها نزاع، والأستر أن تغطي المرأة ظاهر قدميها. أحيانا تكون الأوامر ليس الوجوب ولكن للإرشاد. أحيانا الأمر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإرشاد، يعني توجيه متعلق بالأدب متعلق بالهدي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة. فهل صلاة الاستخارة واجبة؟ يعني يكاد أن تكون الجماهير متفقة على أن صلاة الاستخارة ليست واجبة، مع أن الفعل إيه؟ فليصلي. إذن الأمر هنا للإرشاد ليس للوجوب. وضع المال في البنوك إذا كان لضرورة لا بأس، وظني أنه في هذه الأيام يعني وضعها في البنوك لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الذي يخرج من فوائد فالكلام يمكن أن يكون في هذه الجزئية. المسح على الجوارب من جملة الهدي، وهذا مسنون، واعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الجورب، ده صارت عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. المسافر له أن يمسح 3 ليال، والمقيم له أن يمسح ليلة واحدة على الجورب، والجورب هو الذي يغطي ظاهر القدم ويغطي أيضا أماكن غسل الرجلين للوضوء. بعض العلماء اشترطوا شروطا في هذا الجورب، ولكن هذه الشروط لم يأتي بها دليل، كأن يكون الجورب ثخينا يعني ايه؟ سميك. 2، ألا يكون به خرم، ما يكونش به مخروم ولا به قطع، وهذه الشروط لم يأتي بها دليل. فكل ما غطي به القدم لا بأس من مسحه، حتى ولو لم يكن جوربا، كالسخاخين مثلا. السخاخين اللي هي اللفائف
التي تلف على القدم طلبا للدفء، فتأخذ حكم الجورب ولا بأس من المسح عليها. زوجة صالحة وتحفظ القرآن إلا أنها ترفع الصوت على زوجها وفي بعض الأحيان لا تحترمه وتنتقص منه وتترك البيت عندما يتعصب وزوجها يفكر في طلاقها، ما نصيحتك وكيف تكون صالحة وتفعل كل هذا؟ يعني صالحة وتفعل كل هذا، ترفع الصوت ولا تحترمه وتنتقص منه وتترك البيت، وهذه كلها صالحة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة صوامة قوامة، يعني مش بس بتحفظ القرآن، صوامة، صوامة أي كثيرة الصوم، قوامة أي كثيرة القيام. المشكلة عند هذه المرأة الصوامة القوامة أنها تؤذي جيرانها بلسانها. سبحان الله، قال هي في النار، هي في النار. الجار له حق أن يحترم وأن يوصل وأن يبر، لا أن يؤذى. فلما هي بدأ ما تدي حق الجار تؤذيه، إذن هي في النار. طب حق الزوج هو آكل من حق الجار، فبدلا من أن تؤدي حق الزوج تؤذي الزوج، إذن هي أحق بالنار من هذه المرأة التي آذت جيرانها. نصيحتي أنك تحاول أن تترفق بها إلى أن يبلغ الرفق مبلغه، وأن تصبر عليها حتى يعني يتورم الصبر منك، فإذا لم تهتدي وتنزجر افعل ما يكون خيرا إن شاء الله. قوله تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما المعنى؟ يقولون بأن زيادة المباني مؤذنة بزيادة المعاني، فهناك فريق بين غلق وغلق. فغلق الشيء إذا جعله مغلوقا منغلقا، كأن يجعل الباب في مكانه فلا يدخل أحد من الباب. أما غلقت الأبواب فيها معنيان، المعنى الأول كثرت الأبواب، والمعنى الثاني أنها جعلت على الأبواب المغاليق الكثيرة. يعني ممكن الباب يبقى فيه ترابيس واحد، لا، هي جعل في كل باب 3-4 ترابيس. إذن هناك أبواب كثيرة، لو تصورنا مثلا حجرة، إذن هذه الحجرة فيها 4-5 أبواب، وكل باب جعلت عليه مجموعة من المغاليق أي الترابيس. وبعد أن فعلت ذلك لم يكن في هذا المكان سواها إلا هي ويوسف عليه السلام. قالت هيت لك، أي تهيأت لك، تزينت وأرادت من يوسف عليه السلام أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وهناك تأويلات كثيرة في قوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي، فنسأل الله تعالى أن يعصم المسلمين من الوقوع في الفاحشة، لأن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، امرأة أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. حكم عمل جمعية وقبضها أولا ليعطيها لوالدي كي يذهب للعمرة، بارك الله فيه، أسأل الله تعالى أن يوفقه. حكم إجراء عملية قيصرية من قبل طبيب، لا بأس في ذلك. وعلى فكرة الأطباء في الجراحة مساواهم أفضل من الطبيبات، لأن الطب مهنة وحرفة، وأكثر الناس معالجة لهذه الحرفة هم الذكور للإناث. وليس معنى ذلك أنه ليس هناك طبيبات ماهرات، أكيد هناك طبيبات ماهرات،
ولكن نحن نقول هل يجوز؟ نعم يجوز. المعاش له زكاة، فالمعاش قبل أن يقبض بيصرف، والمعاش لا يمكن أبدا أن يحول عليه الحول، ولا يمكن أبدا أن يبلغ النصاب. فنسأل الله تعالى أن يبارك في صاحب هذا السؤال، إلا أن يكون مثلا وزيرا يعني، فنسأل الله تعالى أن يوسع عليه وأن يوسع على السامعين وأن يرزقهم يا رب العالمين. المسافة التي يرخص فيها أحكام المسافر، هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأقوال مبنية على شفا جرف نهار، يعني الأحاديث والأخبار الواردة في هذه المسائل فيها كلام كثير من حيث الثبوتية، ولكن يمكن القول كلاما عاما بأن السفر معناه الانكشاف، السفر معناه الانكشاف، ولذلك سميت المرأة التي تكشف المواضع التي ينبغي أن تستر من جسدها تسمى امرأة ماذا؟ سافر. وسمي السفور سفورة، أي بمعنى الانكشاف، وسفور الصبح أي انكشاف، والمسافر سمي مسافرا لأن الطريق أمامه قد انكشف، أي صار واضحا، لأنه ترك بلده، ترك بلده، بلد فيها المباني والأزقة والشوارع ومش عارف إيه، فما فيش فيها انكشاف، فلما ساب البلد بقى قدامه الطريق واسع ومنكشف، فسمي ذلك ماذا؟ سفرا. فأحكام السفر تبتدئ من لحظة خروج الرجل من دياره، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المسافة كما قلت ليس فيها دليل واضح، ولكن كل مسافة يكون فيها التزود فإن هذه المسافة تعد مسافة سفر، وهذا الأمر ليس بالصلاح اليوم، وإنما بالصلاح الناس في زمن الخطاب. يعني مثلا لو إن هناك إنسان مسافر مثلا يعني من المنصورة إلى القاهرة، في الأزمان الماضية كان يسافر على حمار، أو كان يسافر على جمل، أو يسافر على بغل أو خيل، المسألة كان ممكن تقعد مثلا نص يوم، يعني يسافر نص يوم، فكان يتزود لمثل هذا السفر. أما اليوم يمكن أن تصل إلى القاهرة في ساعة ونصف دون أن تتزود، يعني يا دوبك أنت تقول أذكار السيارة وتقرأ وردك كده وأنت سايق تلاقي نفسك وصلت القاهرة، لا سيما بعد الطرق الجديدة وما إلى ذلك. فالتزود لمثل هذه المسافة ليس بمعيار اليوم، وإنما بمعيار زمن الخطاب، والله تعالى أعلى وأعلم. لو أنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل في شخص وأنا غضبان وندمت، هل من كفارة أو توبة؟ أبدا لا كفارة ولا توبة، ولكن ندعو الله تعالى له بالخير إن شاء الله. هل التسريح حرام؟ ولو إنسان لوضع كريمات وما شابه لتزيين منظر الشعر، إذا كانت هذه الكريمات مما تفيد الشعر فلا بأس من وضعها، وتسريح الشعر لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يمشط شعره، فلا بأس من تمشيط الشعر الذي نسميه نحن بماذا؟ بالتسريح. الإفرازات الطبيعية عند المرأة ولو كثرت لا تنقض لها وضوءا، لا تنقض لها وضوءا. فوائد البريد لا ينبغي أن ندخلها في مآكلنا أو مشاربنا، فوائد البريد هذه فوائد ربوية ينبغي أن نتخلص منها. هل يصل الدعاء للميت إذا كان من أهل البيت؟ نعم يصل الدعاء إن شاء الله للميت ويستفيد بهذا الدعاء. هل يجوز أن نقيم الليلة جماعة أنا وأصدقائي؟ لا بأس إلا أن نرتب ذلك الأمر، يعني لو رتبنا
ان كل اسبوع نتقابل يوم كذا وفي الساعة الفلانية ونصلي ركعتين، اخشى بهذا الترتيب ان نقع فيما يسمى بالبدعة الاضافية. الزوجة التي لا تهتم بزوجها في الفراش وزوجها يشتكي دوما وهي تنكر، يعني هذه المسائل ينبغي ان تحل بالتراضي والتطاوع. طالما هو بيشتكي وهي تنكر، يعني هما الاثنين يتفاهموا مع بعض، واكيد في هناك حاجات دقيقه بينهم لا يريدون التكلم فيها، فربما هي لا تحب اشياء معينه ولكن تتحرج، وربما هو يريد ان ياتي اهله بطريقه معينه وهي تتحرج. هذه المسائل يعني ينبغي أن يكون الخوض فيها بقدر، وأن يكون التفاهم فيها بين الطرفين دون طرف ثالث، والله تعالى أعلى وأعلم. يضيق صدري في الليل، لماذا؟ لأن الليل هو مورد الهموم وهجوم المصاب، ولذلك الحسد والسحر وعمل الجن إنما يكون في الليل، والمكر إنما يكون في الليل. وورد في بعض الخبر: وأعوذ بك من طوارق الليل إلا طارقا يأتي بخير يا رحمن. فالليل هو مورد لكثير من الشرور، ولذلك يستعاذ بالله من شر ما يكون في الليل. ولهذا كانت من أفاضل وأفضل الصلاة هي صلاة الليل، حتى يكون الإنسان في راحة وفي معية مع الله عز وجل، حيث ينزل ربنا في الليل في نصفه أو في ثلثه الآخر إلى سماء الدنيا فينادي، الحديث المعروف. كنت صائما وسئلت هل أنت صائم، فأنكرت خوفا من إظهار العبادة ومبالغة في إخفائها، هل هذا كذب؟ مما لا شك. وليه أنت توقع نفسك في الكذب؟ من أجل أن تخفي عبادة أنت تقوم بها. طب بدل ما تعمل الكلام ده تحسن النية وتظهر هذا الصوم، لعل بعض الناس يتأثروا بصيامك فتكون داعيا إلى هذه السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. عندي مصحف مكتوب بجوار سورة البقرة رقم 2، رقم 2 يعني السورة في المصحف رقم 2، الفاتحة رقم 1 والبقرة رقم 2. مدير مشتريات بإحدى الشركات يشتري السلع بماله الخاص ثم يبيعها للشركة التي يعمل بها، إذا كان ذلك بترتيب من الشركة وموافقة وإذن لهم لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. يتظاهر بالصلاة خلف ابنه الصغير خوف من أن يكون وضوءه غير صحيح، لا بأس، هو يريد أن يشجع ولده الصغير على الصلاة وأن يؤلف قلبه على الصلاة فيفعل ذلك، لا بأس. زوجة لا تصلي، ما حكمها؟ لابد أن ينصح وأن يستمر في نصحها وأن يدعوها، لأن الأصل أن الزوجة لابد أن تصلي، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. والعلماء اختلافهم كبير في مسألة تارك الصلاة، وأخف الأقوال وهو قول الجمهور أنها فاسقة، أن تارك الصلاة فاسق. فهذه الزوجة التي لا تصلي هي زوجة فاسقة، أي خارجة عن أمر الله عز وجل، ما لم تكن جاحدة أو منكرة. فعلى الزوج وهو قيم في بيته وسيد لابد أن يجتهد في دعوة زوجته وأن يصابرها في مسألة الصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل يعاتب الرجل زوجته في كل أمر أم يخزن لها أم ينسى ويتسامح ويترك الخطأ؟ جميل كلمة يخزن دي، يعني احنا
معاتبة الرجل زوجته في كل صغير وكبير سيجعل البيت جحيما لا يطاق، لا يمكن. أي رجل لو حط زوجته في دماغه يعني لابد أن البيت ده سيكون جحيما لا يطاق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق بشرين سويين من كل وجه، لا طبعا ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا ولا ذوقا، لا يمكن، لابد من وجود الاختلاف البين بين الزوج وزوجته. فلما يحصل اختلاف البين ده وهو حاططها في دماغه هتبقى مشكلة. هتحط البصل مثلا في السبت، يقول لا ما تحطش في السبت، حط السبت، احط البتاع في الكرتون عشان البصل ما يبصش، هي تنسى. ادي مثلا واحد يعني لابد للرجل أن يتسامح مع زوجته وأن يتغافل، وهذا جزء من الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. الرفق المسامحة، التغافل. لكن كل جزئية يقف فيها الرجل أو تقف فيها الزوجة هو يخزن أو هي تخزن، لا المسألة مش نافعة خالص يعني. نسأل الله تعالى أن يهدينا يا رب. الناس التي تتعنت في أي خطأ وتقنط الناس من رحمة الله، نسأل الله تعالى أن يهديهم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فالآية إلى نهايتها. فالرحمة كتبها ربنا عز وجل وهي حبيبة لديه، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، نحن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وإياكم، وأن يربي أبناءنا، وأن يهدي شبابنا وبناتنا، وأن يزوج الشباب والفتيات، وأن ينزل بركته وخيره وجوده وإحسانه على بيوت المسلمين وديار المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الشرور ما ظهر منها وبطن، وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شاكر لكل المستمعين حسن استماعهم، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.